الو في المؤتمر الشعبي العام نعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح. لأنه المؤتمر الشعبي العام كان ولا زال وسيظل داعيا للمصالح الوطنية لا تستثني أحد من كافة القوى السياسية الموجودة في الواقع. لأن هذه المصالحة هي التي تفتح الطريق لتشكيل التفاف وطني داعم للقيادة وللحكومة في مقابلة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية التي يمر بها الوطن. ولا تستطيع فعلا الشعوب أن تخرج بمنجزات سياسية واقتصادية إلا من خلال تكاتف وتعاون أبنائها. وفي مقدمة هؤلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تزعم بأنها تمثل جماهير الشعب، لأن مصلحة الشعب اليمني تقتضي هذا النوع من المصالحة. وهذه خطوة جريئة لا شك وشجاعة، نأمل بأن تفضي إلى نتائج إيجابية وأن لا تكون من باب فعلا المغالطة لبعضنا البعض، لأننا نحتاج في هذه الظروف إلى الصدق وإلى الوضوح وإلى الموضوعية في تقييم الأشياء. نعم أستاذ عبدو، تجنب المزايدات والدعايات الهادفة إلى إلقاء اللوم على الآخر وتصويره بأنه هو سبب شقاء الناس. نعم أستاذ عبدو، المؤتمر الشعبي العام يقف مع كل دعوة من هذا القبيل، ويرحب بدعوة مجلس النواب، ويستغرب لماذا فعلا ممثلي أحزاب اللقاء المشترك لم يحضروا ذلك اللقاء الذي كان يفترض فعلا أن تكون بداية لخطوات أفضل. نعم. لكننا أول فعلا بأن يكون المانع خيرا وأن تتواصل مثل هذه اللقاءات، لأن اليمنيين ما لم يتفقوا على حل مشكلاتهم، وأفضل اتفقوا بتوقيع المبادرة الخليجية بتوقيع اتفاق السلم والشراكة، هم متفقين، لكن الخلاف هو يأتي طبعا لاحقا في التفاصيل، وبالتالي يبعد الاتفاقات عن مضامينها وعن تطبيقها بالشكل الذي يترتب عليه خدمة مصلحة الشعب اليمني كافة. لأننا نريد أن نحسب طاقاتنا وإمكانياتنا للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وتتوفر فيها كل المعايير الدولية، وبالتالي هذا هو الحل الدائم والثابت. نعم أستاذ عبد. أما مثل هذه اللقاءات فهي لقاءات الضرورة. نعم. لها فترة زمنية معينة، إذا لم تستغل فيها فهي تضيف مشاكل إلى مشاكل وهموم إلى هموم، لكن الاحتكام للديمقراطية وللانتخابات باعتبارها الشرعية الوحيدة التي تؤسس لتسويات سياسية دائمة ومستمرة، وبالتالي تضع إرادة الشعب السورية وإرادة الأحزاب والتنظيمات السياسية ليست بديلة. نعم إرادة. نعم أستاذ عبد الجندي، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح.